عامه انها تعمل ايه؟ تعمل ريجوليشن للبودي تمبريتشر. ابتديها في حاجه في الجزء الداينامي الهايبوثالامس الاكيو بارت بتاع الهايبوثالامس في سيرمو ريجوليتر، تمام؟ اللي هو ايه؟ درجه الحراره، تمام؟ ثرموميتر يعني كانه ترمومتر يعني، تمام؟ ايه اللي يغير الترمومتر؟ ايه اللي يخليه يتغير او درجه الحراره تختلف؟ قال لك شويه حاجات بسيطه جدا. يخش مايكرو اورجانيزم، بكتيريا مثلا تخش المايكرو اورجانيزم دي وتمشي في الدم. مين الخلايا الموجوده بتاعت الوايت بلاد سيلز والخلايا بتاعت الميون سيستم اللي هي ماشيه قاعده طول الوقت؟ المونوسايتس، الماكروفاج، الحاجات دي كلها تروح عامله انبراز لاي توكسينز او اي بكتيريا موجوده. اول ما تعمل المايكرو اورجانيزم والبوليسكرايتس والحاجات دي كلها بتكون بونك بتاعت المايكرو اورجانيزم تعملها في الدم، يحصل ايه بقى؟ تبتدي تتحرك وتتحرك وتبقى مكونه لحاجه سريعه. احنا عايزين نقول ان المايكرو اورجانيزم او البكتيريا او الكبسوله الحاجات دي كلها كنا بنعرفها على اساس انها ايه؟ سوجينال فايروس، حاجه خارجيه فايروس. دلوقتي الماكروفاج ذات نفسها اندوجينال، تمام؟ بتطلع ايه بقى الماكروفاج؟ بتطلع انترلوكين واحد، بتطلع انترلوكين سته، بتطلع جدا جدا جدا. ترفع جوده التمبريتشر انت اليوتن واحد وستة هيومن كلوز فاكتور اللي هم طالعين من مين؟ طالعين من الماكروفاج والمونوسايتس اللي هم جايين من فين؟ اللي هم عدد الضخم بتاع اي بكتيريا او انجيوتوكسنز او حاجات من الحاجات دي كلها. طب الاندوجينوس بروتينز دي اللي هي اتكونت او اللي هي الماكروفاج بما تحمل في جوفتها يعني عملت ايه؟ بتعمل ستيميليشن سيجنال بتاع البلوك ويسنس اللي هو ان هو يطلع البروستاجلاندين. في ناس تقول البروستاجلاند بي 2، في ناس تقول البروستاجلاند بي 1، في ناس تاني تقول البروستاجلاند اف زي ما تشوفوا الدايجرام ده. المهم ان دول كلهم هم المسؤولين عن تغيير السيت بوينت بتاعت الهايبر تاني عشان دي اخطر ايه اللي بيحصل؟ اي بكتيريا او اي مايكرو اورجانيزم موجود في الجسم عامه دخل بتبقى اكسوجينوس بايوجينز، الاكسوجينوس بايوجينز اللي ماشي ده او معدي ليه شويه خلايا، خلايا مسؤوله عن المناعه بتاعت الجسم، ماكروفاج ومونوسايتس ومش عارف ايه، ما سابتوش مسك خالص، اول ما مسك بقت اندوجينوس طلعت مين؟ ابتدت الماكروفاج بتطلع بقى حاجات عشان تقتل، عرفت على المايكرو اورجانيزم وعملت له انفولفمنت وابتدت تطلع سايتوكاينز تدمره. ايه السايتوكاينز دول؟ هيومن نيكروز فاكتور، انترليوكين واحد، انترليوكين سيستم. تمام كويس جدا، طلعوا دول القصه دلوقتي دول عليهم اندوجينوس بايوجين عملوا ستيميوليشن للبلاد فيسلز الموجوده في مين؟ في منطقه الهايبوثالامس وبالذات في الجزء بتاع الانتيرو هايبوثالامس. هذا الاستيميوليشن ادى الى خروج البروستا جلاند في واحد وفي اثنين. في واحد وفي اثنين دول يعملوا ايه؟ هم اللي غيروا السيت بوينت بتاع الهايبوثالامس. فاهم؟ كويس جدا. طيب انا قلتها كده لما تقول لي ان مايكرو اورجانيزم او بكتيريال انفكشن او فايرال انفكشن او اي حاجه من الحاجات دي كلها هي اللي عملت الفيروس، لكن انا ما فهمهاش بصراحه لما يجي حد يقول لي مثلا عيان عنده مايكروبيال انفكشن وعنده فيفر، او عيان عنده كل انه عنده فيفر، او عيان عنده مريض نفسي وعنده فيفر. ودايما في الثلاث امراض اضرب امراض هقولهم دول كلهم هتلاقي بيقول لك ان العيان ده عنده فيفر. طب ايه سبب الفيفر؟ قال لك ده نوع تاني من البيروجين اسمها سموث ماسل تايب بيروجين، تمام؟ سواء كانت مالجنان سيلز سواء كانت حاجه بيوصل لكولاجين، الكولاجين ده برضه بيعمل ديستراكشن في بعض التيشو والحاجات دي كلها وبيؤدي نفس هذه القصه، هتشتغل كمسموث بيروجين هتعمل ستيميوليشن تتكتل بالبرودكشن بتاع البوستا جراند بي 2 اند 3 خلاص؟ فهمناها ولا نقولها تاني؟ قولها تاني. سموث ماسل، سموث ماسل بايوجين، تمام؟ بس هي بقى مش سموث ماسل بس، طلعت بقى ممكن تبقى كارديو ماسل، ممكن تبقى مالجنت سيلز، ممكن تبقى اي حاجه من الحاجات دي كلها اشتغلت كانها ايه؟ بايوجينز، تمام؟ وهي اللي ابتدت تشتغل على السيت بوينت وتعمل ستيميوليشن على السيت بوينت. فاذا عندنا فيفر واضحه صريحه بيتو بكتيريال انفكشن بيتو فايرال انفكشن بيتو اي حاجه من الحاجات دي كلها. نرجع عن ايه؟ نرجع عن شويه ماكروفاج ومونوسايتس مع مين؟ الدوره الدمويه بتعمل كده الماكرو
بيدخلوا شويه البكتيريا والبكتيريا البرودكت وعملوا لهم انجلفمنت وابتدوا يطلعوا حاجات معينه اسمها اندوجينوس بايروجينز اللي هم السيتوكاينز يعني تيومر نيكروزس فاكتور تو انترليوكين 1 و6 ودول ابتدوا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ستيميوليشن للبلاد فيسلز الموجوده بتاعت الغدد الفرنسي وطلعوا البروستاجين. وعندنا قصه ثانيه وسيناريو ثاني الفيفر اللي بتحصل ديو تو كولاجين او هرمون او هرمون نفسي او وعرفنا ايه الفكره بتاعتها مره. قال لك لا 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 ده خالص ده ممكن الفيفر يكون ليها سبب تاني او ثالث مختلف عن القصه دي، ممكن دايركت سام دراجز. انتوا تعرفوا الناس اللي هم بياخدوا كوكايين وحاجات زي كده؟ الانسان ده بعد ما ياخد الكوكايين طبعا هو بياخد الحاجات اللي هي سي ان اس ستيم زي المورفين عشان تعملوا الكوكايين والحاجات دي كلها بتعملوا بالكول يعني فولس سنسيشن اوف ويل بينج ان كل شيء على ما يرام. بس بعد ما ياخدها يحس جسمه كده ايه؟ تخلي خالص وعنده نشاط غير طبيعي. تمام؟ الفيفر ديو تو دايركت افكت دراجز لايك الكوكايين تمام على ايه؟ على السي ان اس وعلى الاماكن بتاع الهايبوثالموس والهايبوثالموس اللي هي مسؤوله عن ريجوليشن اوف بودي تمبرتشر. تمام؟ لا ده في حاجه ثانيه، الكلوسايازين دي دواء مشهور جدا من الادويه اللي بتتاخد في العيانين اللي عندهم سكيزوفرينيا. خلاص؟ الانفصام الذهني. خلاص الدواء ده معروف جدا ان هو بيشتغل برضو على ايه؟ على الانتيو هيبوثالموس وممكن يعمل خلاص انا عايز يعني نبقى حافظين في اربع ميكانيزمات مختلفين قلنا ثلاثه منهم ممكن تبقى حاجه عن طريق تيشو انستراكشن زي الماليجنسي والحاجات دي كلها والاوتوميون ممكن عن طريق البكتيريا والفيرال انفكشن والحاجات دي كلها ممكن يكون دايركت بصعب سامبلز دراجز لايك الكوكايين الفينوسايازين. في حاجه تاني زي الدوبامين هي دي الروعه بقى اللي انا كنت ايه مخبيها عليكم. الدوبامين ده بيعمل ايه؟ الدوبامين ده ليه قصه كبيره وروايه. الدوبامين من المشاكل بتاعته ان هو ممكن يعمل حاجه يعني لو في حصل اختلاف الدوبامين يعني ممكن مش بس ممكن يعمل كده. احنا خدنا المره اللي فاتت عند ذلك الكفالوباسي قلنا ديستربنس في النيورو ترانسميتر ليفل تمام زياده في الحاجات اللي هي برين ستيميوليتور زي النورجينيفرين والجينيفرين والدوبامين تمام نقص في الحاجات دي وزياده في الحاجات اللي هي النيورو انهبيتور زي البنز بلازمين والحاجات دي كلها سيرو من السيرو بتؤدي الى بس انا بكرر الكلام النهارده تاني ان لو حصل ديستربنس في الليفل بتاع الدوبامين ممكن كمان يعمل فيفر هو زي ما بيعمل حاجه مشهوره جدا عند الدول العصبيه حاجه اسمها النيوروليبتيك سندروم تمام عيان جاي ماشي على الحاجات اللي هي ايه دوبامين انتاجونست تمام دوبامين انتاجونست اللي هي زي ايه لو تفتكروا احنا خدنا دوبامين اجونست اللي هي زي ايه البروموكريبتين البروموكريبتين يا جماعه البروموكريبتين فاكرين البروموكريبتين ده دواء من ايه دواء بروعة دواء مهم جدا عند الناس اللي بتدي بتوع النيورو اللي بيدوا علاج للباركوكسينيزم استخدام هذا الدواء لفترات طويله ممكن يؤدي الى حدوث حاجه اسمها نيوروليبتيك سندروم خلاص بس التوكسيستي بتاعته قد تعزل قد تكون دوز ديبندنت او ايديوسينكرونس يبقى الجمله دي مهمه جدا يبقى الادويه اللي شغاله از دوبامين اجونست لايك بروموكريبتين اللي ممكن يستخدم كدواء من ادويه الماركوكسينيزم هذا الدواء بطريقه مباشره او غير مباشره اليوسينكروتيك افكت او دايركت افكت ممكن يعمل ايه؟ حاجه اسمها نيوروليبتيك سندروم مالجنت نيوروليبتيك سندروم اوكي طبعا زي ما بقول كده اليوسينكروتيك او ممكن يكون اوفر دوز يعني ممكن يشتغل بالطريقتين وممكن السببين يؤدوا الى هذه القصه، العيان ده بيجي بايه؟ بيجي برجينيتي جامده جدا بيسموها ليد بايك برجينيتي وانتوا اكيد خدتوا النور تلاقي العيان وانت بتحركه ايده كده بتتحرك معاه بس بتتحرك معاه بالايه؟ بالعافيه. لانك بتدي ماسوره حديد قديمه ولا حاجه زي كده بيسموها ليد بايك برجينيتي. تمام؟ الحاجه الثانيه ان العيان ده بيبقى عنده هاي جريد فيفر بعد كمان شويه بتلاقوه دخل في رينا فيلير وممكن اباوت ان هو ضايم خالص تمام يبقى عيان ماشي على ادويه من ادويه الباركنسونيزم فجاه واحده جاله هاي جريد فيفر او حتى ادويه النيورو يعني احنا قلنا الحاجات اللي هي زي الكيموثيرابين اللي هي انتي سكيزوفرينيا من الحاجات اللي ممكن تعمل القصه دي
يدخل في نيورولوجيك سندروم تلاقي العيان هاي جريد فيفر وجاي جريد باي لايك فيجينيتي و اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن ونبتدي نعالجه على اساس ان هو نيورولوجيك سندروم. بالمناسبه احنا يعني الحاجه الاساسيه فيه ان هو بيبقى سبورتيف تريتمنت. خلاص اذر ميديكيشن ممكن تعمل الحكايه دي كلها، الكوليسترول والحاجات دي كلها ممكن تعمل القصه. في بقى طريقه ثاني هتعمل ايه بقى؟ بتعمل حاجه اسمها مالجنانت هايبر ثيرابي. يبقى احنا خدنا كده حاجات مختلفه جدا. ايه؟ انا بردد كل شويه ثاني لان عايزكم تحفظوا الدرس زي طلبه ثانوي. خلاص؟ رقم واحد قلنا ممكن المايكرو اورجانيزم، تمام؟ وقلنا بقى القصه بتاعتها وسنة. ثاني حاجه الاوتو اميون والكولاجين والمالجنانت، وبعد كده قلنا الميون ليفل، تمام؟ وقلنا لايف افكت زي حاجات معينه زي الكولاجين والحاجات دي كلها. وشرحنا تحت الدوبامين حاجه مشهوره جدا اسمها نيورولوجيك سندروم، ممكن قلنا انه ممكن تحصل اللي تنتريتد او ممكن تكون اوفر دوز او دراج دوز ديليتد يعني. وقلنا اذر ميديكيشن تاني ممكن تعمل زي الحاجات اللي فيها سيرتونين وكلام من ده. في نقطه ثانيه مهمه يعني اللي هو المالجنانت هايبر ثيرابي. المالجنانت هايبر ثيرابي بيجي دكتور التخدير وبيدي الهالوسين عادي خالص كدواء من الادويه المعتاده جدا اللي هو بيستخدمها عشان يخلي العيان ريلاكس ديورنج المانوفر او ديورنج الاندوسكوبي او الانترفنشن او اي حاجه من الحاجات دي كلها، ويفاجئ ان هو اول ما بيدي الحاجات دي العيان درجه حرارته بترتفع وما بتقدرش تنزل خالص. تمام؟ ايه المشكله؟ وكمان بيحصل معاه جد في غير طبيعي. مشكله ان القصه دي اتكررت قبل كده، تمام؟ هو بيعمل ايه بقى؟ الانستيزيا دي بتعمل ديبولاريزيشن وبتعمل حاجه اسمها ساكسينايل كولين لايك افكت، تمام؟ بتعمل جنرايزد ماسل كونتراكشن، وتلاقي العيان بقى زي ما بقول لكم كده عنده ريجيليتي وهاي جريد فيبر، وما يبقاش اي في ايد الدكتور اي حاجه ان هو ممكن يعملها عشان يوقف هذه القصه، لان الانتي دوت بتاعه مش موجود عندنا هنا، تمام؟ حصل مع دكاتره التخدير قبل كده بعت المستشفيات الجامعيه واتسجن الحمد لله. يعني بعد ما حصل القصه دي كلها كان الراجل اللي جاي لابنه بينزف تقريبا او حاجه زي كده. موضوع على كونسنت ان هم محتاجين انترفنشن عاجل، ودخلوا عمل العمليه طبعا عشان ينقذوا حياته، بس ايه فوجئوا ان هو مش راضي يفوق من التخدير وفي ريجيليتي وهاي جريد فيبر وكلام من ده، بس هو ما سابهمش على الرغم ان هم مثلا يعني بيحاولوا عشان ينقذوا حياته، لكن هو ما سابهمش للاسف. يعني ممكن يبقى عايز تنفع بس ما حدش بيعرف يحط كله بيبيعها. الباثوجينيسيس اوف تاني نفس الرسمه انفكشوس ايجنت توكسينز اي حاجه من الحاجات دي كلها عدت على عموم سايت الماكروفاج ابتدوا ياخدوها يعملوها انجلتمنت حولت للانفكشوس بايولوجي طلعت هيومن ريسورس فاكتور طلعت انترنت واحد طلعت انترنت سيكس ابتدوا يشتغلوا على ال سي ال سي الموجوده في الجنوب ريسورس رايحه الانتيرو هاي مصاب ابتدى يطلع بص جنب اي 2 اند اي 1 اند اي 2 اي 1 وبعض الناس كلها الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتزود السيل بوينت ابتدت تظهر الهايبر سيل. الهايبر سيل معناها زياده في البودي تمبريتشر بس تعدت المعيار الحقيقي بتاع البودي، يعني عدت بقى 18. النقطه المهمه بقى في الهايبر سيل عشان انت تقول لي ما انت لسه قاعد تقول لنا الفيفر وفيفر اكتر من 37.2 مش هقول لك الكلام ده دلوقتي، جاي تقول لي هايبر سيل ايه المصطلحات كلهم في الاخر معناهم فيفر يعني. لا هو في فرق. الهايبر سيل لما اقول لك هايبر سيل معناها للاسف ان السيت بوينت بتاعت الهاي صاله ما اتغيرتش. ما اتغيرتش؟ يعني اصل لما الهايبوثالمس تتوسط يبقى هي مسؤوله عن الارتفاع بتاع البودي تمبريتشر يبقى وزين ذا ليميت المسموح بيه. يعني وزين ذا ليفل اللي هو ما يعملش ديستراكشن للتيشو، اصل اللي هي الحراره دي ممكن تدمر كل الانسجه. فلو زين من غير ما يكون ليها كبير يحكمها اللي هو السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس اللي هو نسميها ايه؟ يبقى الهايبر سيلمي دي حاجه مصيبه كبيره. اه لان البودي تمبريتشر اللي بتاعت الهايبوثالامس ما يعرفش عنها اي داتا وما يعرفش يوقفها ازاي لان هو مش معاه الكي بتاعها. اه بالظبط كده. طيب ايه بقى الحاجات اللي ممكن تعملها؟ الهيت ستروك مثال واضح وصريح جدا
يمكن انا اكمل يمكن انتوا ما تشوفوش جامد حلقت الشروط بس جت فاطمه انا اساسا خريج جامعه وجت فتره علينا كده حصان اكتر طبعا بس يعني جت فتره كده كان الحر جامد ايدي زياده وكان ايه بيبقى ماشي عيان بس يبقى اوفر ايش كده وماشي في الشمس كده ساعتين ثلاثه تلاقيه دخل الشمس الطبيب وجاي اخر مهم استقبال ايه؟ عيد ستروك وعيد ستروك ده من حق درجه بعيد ستروك مصيبه كبيره ممكن لو ما حلتش الستروك ده العيان غالي منك في ساعات قليله جدا فقصدي عيد ستروك ده موجود واهم كتير جدا بس انت اكتر في يعني في الاماكن اللي هي ايه؟ اماكن الصعيد لا هو كده بقى اللي خلاص قلنا دي ستروك دي حاجه دراج انديوز زي ما لقينا الهايبر ثيرمي خلاص احنا في الفتره بقول لكم جت علينا فتحنا حاجه اسمها وحده مش عارف ضربه الشمس بيسموها يعني حاجه معينه استقبال الحالات اللي هي من كتر العدد بتاع الحالات اللي جايه في ستروك بتبقى بتنشر فيها بسبب تمام الدراج انديوز زي ما احنا بنقول ممكن مالينو هايبر ثيرميا او نيوروليبتيك سندروم تمام الانفكشن زي سيريبرال مالاريا او الانكيفالايتس الحاجات دي كلها تعتبر هايبر ثيرميا سيتويت بتاعتها بسرعه ما بترفعش الاندوكراينال زي سايوتوكسيك كرايسيس والحاجات دي كلها سمعتوا عن الاندوكراينال ايمرجنسي عامه واحده من نص امبورتنت الاندوكراينال ايمرجنسي اللي هي سايوتوكسيكوزيس تمام دي اسف سايروتوكسيك كرايسيس لازم تبقى دقيق في كلامك سايروتوكسيكوزي ده تسمى من الغدة الورقية ده شوية مانيفستيشن تخش في كرايسيس معناها هتموت ولا تعيش خلاص زي ميكسيديما ده مرض لكن الهايبوثايروديزم ده مرض الميكسيديما ده بقى الكلينيكال فورم السيفير كلينيكال فورم من الهايبوثايروديزم تمام ممكن تبقى كومبليكيتد كمان بكوما خلاص بس ده بيكون شخصيا حاجات زي ومسنين ناس حاجات زي ستيفنس ايبيليبس عيان كل شويه تاني يخش في نوبة ايبيليبسي ومش راضيين تقف او مش راضي تقف تمام بالانواع المختلفه اللي بيستخدموها البونتاين هيموريج وكمان في حالات الناركوتيك انتوكسيكيشن الناس بتاخد تمويل وترمادول بكميه كبيره وكلام ده كويس جدا احنا دلوقتي هنتكلم عن البايليكسي او الفارميسي سنة 1961 ليه وفي مجموعة من الناس بفيفر والفيفر دي مش عارفين يعرفوها بسبب زي ما بيقولوا قاعد يدور في كل حاجة ويتكخ في الانتي بيوتكس مختلفة والعيان من فيفر لا بيشك ولا هو عارف منه بالضبط القصة بتاعتها شبيهة ومثيلة لقصة الضيارية أنا لو قلت المرة اللي فاتت الضيارية دي مشكلة كبيرة عويصة مش العيان يقعد يخش في ملأ ابزوربشن منك انت مش عارف تعمله حاجه نفس الكلام كنت تلاقي عيال هاي بريد فيفر لما تكبروا ان شاء الله تبقوا نواب كده سواء كنت بطن او حتى تلاقي في عيالين بيتحكوا معاك بهذا المصطلح ما لسه وقانون الطب انت مش عارف تعمله ايه قاعد تغير في انت دلوقتي بتسمع كالتشر من اماكن مختلفه تعمل مش عارف ايه العيال ما بيتحسنش ما بيتحسنش من العيال اللي بيسالوه طب هي غلطه ازاي؟ طب اعمل له حاجه اعمل له حاجه المهم اتفقوا على ان هم هيسموا هذا المصطلح بايركسي او حمون فيولوجي اذا انطبقت عليه هذه الشروط. خلاص ايه الشروط دي؟ قال لك درجه الحراره تزداد عن 38.3 رقم واحد، رقم اثنين الفيفر دي بقى لها ثلاث اسابيع مستمرين او العيان دوت بقاله اسبوع محجوز في المستشفى او ثلاث زيارات اوتوبيشن كتير يعني جالك ثلاث مرات في المستشفى رايح جاي عليك وانت قاعد بتسحبه في الانفستيجيشن تعمل له حاجات ومش عارف تشخصه او بقاله اسبوع معاك في المستشفى وانت مش عارف تشخصه لغايه دلوقتي تمام ده التعريف القديم بتاع البايركسيا يبقى احنا في الديفينيشن او في التيرمز خدنا النهارده بايركسيا قلنا درجه الحراره وفيفر معناها درجه الحراره تبقى اكتر من كام؟ مده الميتش اكتر من كام؟ ممتازه دي حاجه والحاجه الثانيه خدنا بعديها المالينا هايبر ثيرمي او هايبر ثيرمي عامه عرفنا ان هي مختلفه عن الفيفر والفرق الشاسع والاساسي بينها وبين البايركسيا كمصطلح ان السيل بوينت ما بترفعش والبودي تمبريتشر ممكن توصل لكام؟ 40 من 10 خلاص دي الحاجه اللي هي بتاعت الهايبر ثيرمي جينا بقى في الايه؟ في البايركسيا وقانون وقلنا ان البودي تمبريتشر بتزداد عن 38.3 احفظوا معلش المصطلحات دي كويس جدا
خلاص. في الفيبر هناك واحنا مقسمينها قلنا كونتينوس تايب والميتا فلتر ميتا، ان شاء الله لو عرفنا نجحنا نجي نجي وقلنا الميكانيزم وشرحناه، ودلوقتي دخلنا في البايركس او قانون الكيروشي. ده المصطلح القديم. المصطلح الجديد قال لك يعني انا استنى عليه ثلاث اسابيع كامله او اسبوع كامل جوه المستشفى عشان اقول بايركس او قانون الكيروشي. فقال لا خلاص خليهم ثلاث ايام جوه المستشفى وثلاثه او كيروشي. لو مر عليه كده الفتره دي وما عرفتش تشخصه سميه بايركس او قانون خلاص. بس ايه؟ بس لازم تبقى الفيبر دي اكتر من 38.3، مفيش فرق بين الديفينيشن الاول او الديفينيشن الجديد في هذه الامر. خلاص؟ كويس. طيب يعني بعد كده ما يعني الفيبر دي هتبقى انا عايز اسال برضه. بايركس او قانون الفيبر دي هتقول لي ده موضوع مختلف وكلام من ده. هتطلع ايه؟ هتطلع حاجه جديده؟ لا. هتطلع يا اما هتطلع انفكشن يا اما ريزنس يا اما اوتو اميون يا اما حاجات ميسيلينيوس. يعني في الاخر نفس الاسباب اللي بتقول عليه بس تعالى بص كده في الاسباب وفكر وانت بتبص فيها. هتلاقيهم شويه حاجات غالبا او نادرا سهلين في التشخيص ومش كومن انك تشوفهم. خلاص؟ او موجودين في هيدرو ستاتس. يعني مثلا عيان عنده اوستومايلز مش هتشخصه بسهوله. فاهم قصدي؟ يعني حتى لو عملت ايميجنج ستادي بتاع العظام يبص لك كده يقول لك انا في قديمه شويه في الاوتر لير بس ممكن تمشي حاجه تاني. المهم تلاقي فيه ايه بقى؟ تلاقي فيه كونتروفيرسي فيه عشان تقدر توصلها. تمام؟ اوستومايلز اندوكاردايتس. اندوكاردايتس تحتاج ان العيان ده يعمل ايكو حد كويس جدا يتاكد اذا كان في بنفيشن موجوده ولا لا ومش عارف والفالف والنيو ميلمر ومش عارف وقصه وروايه تاني. بنفيك ابس ان يكون في ابسس في مكان هيدك وانت مش شايفه. عملت سونار بس مش لاقيه مش قادر تشوفه. حاجه موجوده ناحيه مثلا الاوفري ناحيه الكيوب ناحيه مش عارف ايه حاجه في مكان هيدك كده وصغير ويجمع. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا الابسس في مشكله في البروتونيوم. انا بعمل سونار بس ما اقدرش البروتونيوم صعب خالص ان اتشيل. ده بتاع السي تي وهو بيعمله ممكن يعرف يشوفه ممكن ما يعرفش يشوفه. خلاص تيجي في اي مكان مش فاهم بارافيروس وسايتوميجالو فيروس والحاجات دي كلها لينج ديزيز او حتى ايه الساينوسايتس كلها دي اسباب ممكن انفكشن. بس زي ما بقول لكم كده يا اما هي انفكشن او انفكشن صعبه في مكان ما تعرفش ايه مش هتشخصه بسندريست يعني مش هتشخصه بتحليل تطلع من التحليل الفلاني نزل والله ده انت عندك ايه يو تي ار او يورينال تراكت انفكشن. لا مش بالسهوله دي. محتاج انك تعمل فيرذر ايفاليشن وانفستيجيشن مش عارف ايه وانذر. تمام؟ كويس جدا. طب المالجنس ايه ما المالجنس ممكن يعمل؟ كرونيك لوكيميا ممكن تعمل لينفوما ميتاستاتيك كارسينوما. ساعات كتير تلاقي العيان قاعد يشتكي من سيفير باك بين. تعمل له اي حاجه كده بيقول لك في حته كده هايبودنس شويه في الفيرتبرا رقم كام انت عارف الفيرتبرا الفوقيه وفي الفيرتبرا اللي تحتيها وتدور على ميكس. تقعد بقى انت تدور يمين وشمال واعمل له قبر واعمل له كولونوسكوب واعمل له سي تي ابدوم واعمل له مش عارف ايه حاجه على الجينا واعمل له حاجه على الجينا واعمل له حاجه على القرن واعمل له. تقعد بقى تدور عشان تعرف التايمر بتاعها فين او انك تاخد بايبس منها هي مباشره. صعب انك تاخد بايبس من الميتاستاسيس مباشره. تمام؟ ما تعرفش اذا كان برايمري تيومر ولا سكند ممكن تبقى برايمري بول تيومر يعني. تمام؟ وان كان البرايمري تيومرز بتاعت البول تزلز ذات سكند بس يعني هتشوف حاجه جوه البول اعرفها اعرف الرولز دي. لو شفت حاجه جوه البونز توقع السكن ده قبل البرايمر. وكذلك الليفر لو لقيت فيه فوكال ليجنز كتيره في الليفر وانت بتبص عليها توقع السكن ده قبل البرايمر. خلاص كويس جدا. طيب الاوتو اميون ستيلز مثلا بولي مايرجيا روماتيكا تمبرال ارترايتس خدتهم في النمط الزمني تاني. لا من حاجه من حاجات روماتويد ارثرايتس روماتيك فيفر او روماتويد فيفر انفلاماتوري باول ديزيز ريتر سندروم سيستميك لوس. كل الاسباب دي كلها ممكن تعمل ايه؟ تعمل فيفر وفاهمين. طب هتقول لي طب ما سيستميك لوس يعني دي بتبقى مكشوفه خالص فيها فلاش كده في الفيس ورا خالصه بقى بتقول لك شعر بيقع ومفاصل وجعاني ومش عارف ايه. لو عملت خصومات ممكن تلاقي الليفر كبير والسبرين كبير يعني الدنيا واضحه فيها. لا بالمناسبه الحاجه دي باي كلينيكال اكسبيرينس مش موجوده في الطب. العيانين بتوع الكليه اللي ما بتجيش من البدايه بتقول لك انا هروح 11 كرايتيريا يلا نقي اربعه منهم عشان تشخص. مفيش حاجه
ممكن تلاقي ظهرت مثلا حاجتين، يا سلام يا غتت لو ظهرت الفيفر، ممكن تظهر فيفر وانت مش عارف لها سبب، وقاعد تدور يمين وشمال ومعاها شويه اطفال كرصاص، بتروح تدور مين، تطلع المطبخ، تطلع سكيجل مره، تطلع اوتو، تطلع مش عارف ايه، تطلع اكسترا، تطلع تقعد تلف حوالين نفسك. تمام، ازاي كمان شويه تيجي لك بعد شهر تقول لك ده انا شعري بيقع. تمام، وكمان شويه يبقى في الكسريشن، تبتدي تجمع في الكافيه، ايه ان هي طلع بوزيتيف، هو ده كان سلبي قبل كده، ده انا سحبه الانتي دبل ستراند، ايه ده انا كنت سحبه كام. فقصدي المانيفستيشن والحاجات دي كلها ممكن مش كلها مكتمله من البدايه، خلاص تقعد بقى تاخد وقت على بالك ما تسهر ورا بعض، تشوف كلها من البدايه. طبعا سيادتك ما بتعرفش تشخص غير لما تلم الكرايتيريا كلها على بعضيها وتقول زي ما الكرايتيريا قالوا كده، اربعه من 11 خلاص. مثالين يا زي ايه؟ دراج انديوز، ما احنا قلنا بقى مثال في نوسايزين ومش عارف خالد الدول ومش عارف ايه الادويه دي كلها، خلاص. كومبليكيشن من السيروز، كل العيانين عندهم سيروز بيبقى عندهم لو جريد فيفر، خلاص. ده حد يعرف سببها ايه؟ كذا حاجه بصراحه، سبب اساسي منهم ان بيحصل حاجه اسمها نيوتروفيل ديسفانكشن وديكريس في الكومبليكيشن ده، وده كمان هو اللي بيسبب الريسبونسر ثيرابي ماس. تمام، الديبريشن في الميون سيستم ده او اللخبطه في الميون سيستم والفانكشن تحصل في الميون فيل او حاجه زي كده، كلها دي حاجات عامل اساسي واحد من عامل اللي بيخلي العيان ده عنده دايما دول بيت فيفر، خلاص. اول ما تكبر على طول تلاقي المايكرو اورجانيزم واقف عليك، خلاص. فالكومنسز بتاعتك كلها بتتحول لبصيجين للاسف، خلاص. سالك دوزز ده مرض غريب كده يعني ببلاش ان انا احكي لكم عنه قصه بس بعدين عشان الوقت. دي بي تي من الحاجات اللي ممكن تعمل بايك سورس. ابتدوا بقى يوزعوا شويه في الديفينيشن، قال لا 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 انا هقعد كده اقول الانفكشن والمالجنس واقعد اسمعهم تاني اسباب واقعد ادور في كل الزيطه دي. طب قال لك انا هعمل حاجه تانيه، ده كلام WHO CDC. CDC دي منظمة مخصصة للكنترول بتاع السنتر ديزيز كنترول، مسؤولة عن الانفكشن سيريز. كل ما تحصل انفكشن سيريز معينة تروح تطلعها ابديت تغير فيها وتظبط توزيعاتها. فقالت انا بدل ما اقعد اقسم الفيبر كده اكتبها عايمة اقسمهم لايه؟ لانواع معينة وكاتيجوري، وكل كاتيجوري من الكاتيجوري الموجود معايا تدور على الاسباب اللي ممكن تكون. يعني ايه؟ قال لك ممكن اخليهم كلاسيكال نوزوكوميا انفيشنت او ميتروجينيك تايب اي بي اسوشيشن، خلاص؟ وكلهم دول في الاخر متفقين مع بعض ان هم ايه؟ بايرس او عمومي، وكلهم متفقين مع بعض ان شاء الله ان البودي تمبريتشر اكتر من 38.3، خلاص؟ خلاص؟ اتفقنا على هذه النقطة؟ طيب تعالى بقى في كل واحدة هنعمل موديفيكيشن بسيط. في الكلاسيكال مش هنغير لان هي كلاسيك، خلاص. ديوريشن اكتر من 3 ويكس، اكتر من 3 اوتوبيشن فيزيتس، خلاص. دي الكلاسيك. ايه بقى الحاجات الكلاسيك؟ دور على انفكشن مالجنت كولاجين، الحاجات اللي احنا كنا من ورا، خلاص. دي بقى تبقى كلاسيك بقى وهتمشي في كل الطرق مع بعض. لكن لو الفيفر لماذا لو حدثت جوه المستشفى؟ يعني البايكس او فنومنولوجي فوجئت انك انت اللي عملتها او حصلت عندك وانت موجود في المستشفى. تمام؟ هزبط الاكوايرد انفكشن. خلاص قال لك لو حصلت الفيفر دي انا هدور على انفكشن معينه ما بتحصلش غير في المستشفى او مشهوره انها تحصل او حاجات مشهوره انها تحصل ديورنج الهوسبيتاليزيشن. خلاص طب في تغير هنا في الارتفاع ده؟ ما فيش تغير، بس احنا بنقول ان الحراره اكتر من 24 او سخونه اكتر من 24 ساعه بالاضافه لذلك ان العيان ده او اكتر من 3 ايام في الاوتوبيشن يعني فيزيتس بتاعته، بالاضافه لذلك البودي تمبريتشر بتاعت العيان اكتر من 38.3، خلاص. ايه الحاجات الانفكشن اللي انت ممكن تشك فيها؟ كوليستيريوم ديفيسيل، خلاص. ودي قلنا مايكرو اورجانيزم واضح جدا بنشوف منه حالات كتير، واكتر حاجه بيعملها مين؟ كليندامايسين، اشهر دواء مشهور ان هو يعمل القصه دي كلها، وان كان يعني رويت مع مضادات حيويه اخرى، بس بتعمل ايه بقى؟ بتعمل سولو ممبر المسكولاس، وممكن يبقى عنده بايكس او مجنونه تيوج وانت مش عارف ايه السبب.
خلاص او دراج انديوز. دور على الادويه اللي انت كاتبها ممكن واحد منهم يكون بيعمل فيه ببساطه. لو انت بتقسم العصبيه بالذات والحاجات اللي هي الدوبامين اجونست والانتي سايكوتكس والحاجات دي كلها غالبا الكون بتاعي هي اللي عامله فيه قانون الالجوريزم او دي بي تي او سونجو الالجوريزم او الحاجات دي كلها دي وارده جدا في العيانين اللي هم موجودين بالذات في قسم النساء بعد ان الليفر بتقعد فتره طويله جوه الاوضه بتاعت يعني مستريح تقعد فتره طويله مستريحه في السرير ومش عارف ايه والكلام ده وده يخلي فيه بقى يخلي البركاوت رايد يتحقق. حد حصل البركاوت رايد وكم بركاوت رايد؟ اداه كم بركاوت؟ 3 بركاوت 3 البركاوت رايد بيقول ايه؟ ستيزيس رفنس من الاندوثيليوم ماشي والهايبر كوجولاتيز ممتاز. هم دول الثلاث حاجات اللي قالهم دكتور بركاوت خلاص. قال الثلاث حاجات دول لو تحققوا في اي مكان هيحصل ايه؟ صوم سيرفايتس والدي ومش عارف ايه وهتبقى كومبليكيت بالنون امبوليزم والجو ده خلاص. ده النزكم. طيب امال ايه بقى اللي هي اميون ديفيشنت او نيتروبينيك بوليت امبليتش اكتر من 38.3 نيوتروفيل كاونت اقل من 500 خلاص. وده بيحصل جدا في العيانين عندهم اتش اي في تمام. سي دي 4 اول ما تقول الفريكاسي بتاعتها تلاقي النيوتروفيل قلت خالص. واول ما توقع عن هذا المعدل لان مجموعه معينه ومحدده جدا من المايكرو اورجانيزم هم اللي عليهم الدور دلوقتي عشان يقوموا يعملوا هجوم على جسمك. ايه هم بقى؟ الاوبرتونستيك بكتيريا انفكشن الاسبربيلوز والكانديدايسيس والهربس فايروس تمام. دول المجموعه بتاعت المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تهاجمك لما النيوتروفيل كاونت بتاعك يقل عن ايه؟ 500 بير كيوبيك ملي متر. طيب الاتش اي في اسوشيتد اللي هو في عيان بقى عنده اتش اي في وديوريشن اكتر من 4 اسابيع في الاوت بيشن خلاص او اكتر من 3 دايز في الانبيشن. عايز السؤال بس عشان ما نتقلقش من الكلام اللي بنقوله كده وبس. ليه هنا في الاتش اي في زودت الديوريشن وقلت 4 اسابيع يعني الشهر الثاني في الاوت بيشن واحنا متعودين جدا ان احنا نقول 3 اسابيع وكمان كنا بنحاول نعدلها. حد عنده اي مشكلة؟ ليه؟ لان البايلكسيا او فارمونوتيرجي جوه اتش اي في لازم تبقى عدل شهر كامل خلاص. يعني اي حاجه تاني هتقول عليها ايه؟ حكايه الثلاث اسابيع وكلام من ده والتقسيمه اللي احنا قايلينها. لكن في الاتش اي في عشان هو اميون كومبرومايز لان اي انفكشن فيه مثلا تخلطك اراوند 1 ويك او 2 ويكس وتنتهي هو عنده الطبيعي 3 اسابيع. فاهم قصدي؟ فانت لو حسبتها من 3 اسابيع يبقى انت حسبت معاها كل الانفكشن خلاص؟ يبقى احنا هنحسبها في الاتش اي في اكتر من ايه؟ 4 اسابيع. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه بقى انواع المايك؟ ماشي كده جدا. احنا بنقول اي انفكشن ممكن تيجي لنا تاخد عندنا احنا كناس هيلثي تاخد 1 to 2 weeks صح؟ اي انفكشن تاخد دي انتي بيوتيك دي او من غير ما تاخد انتي بيوتيك بتاعك 3 ويكس ان شاء الله ياخد عليها. في الاتش اي في هي اميون كومبرومايز اي انفكشن بسيطه سهله هتاخد لها اتليست 3 اسابيع. فانت لو اي انفكشن حسبتيها في العيان اتش اي في 3 اسابيع يبقى هتحسبي كل حاجه. احنا عايزين البايلكسيا وفرمون الفيفر اللي هي مش سامبل مش اصلا مش هيسبوند على اي انتبيوتيك خالص خلاص. فعشان كده زودوا الديوريشن بتاعتها عشان كانها بنقول البايلكسيا وفرمون كيوز بتبقى بروبلماتيك فيفر فيفر مدوخاكي تعبير مش حاجه سامبل خلاص. عشان تحط في الكاتيجوري ده بنزود الديوريشن في العيان ده علشان عندها فاهمه دي؟ طيب ايه بقى الحاجات اللي انت ممكن تدور عليها في العيان اللي هو اتش اي في؟ دور على الحاجات دي. سايتون جانب مايكرو بكتيريا مايكرو بكتيريا الايفيا خلي بالكم اتيبيكال فورم من التبين. يعني هو بيقول لك ما تدورش. بصوا يا جماعه الحاجات دي تشيك بوينت. يعني انت لو نايم في مستشفى مثلا بريطاني ولا في انجلترا في اي مكان الحاجات دي كلها هيبقى عندك تشيك بوينت. انت دلوقتي عندك نوزوكوميا الانفكشن هتعمل دول ما تفكرش ما تقوليش انا هم دول رقم واحد اللي هتعمله هم دول الاسباب المعروفه اللي بتعمل نوزوكوميا. هتقولي الاسباب الثانيه ما تعملش تعمل ما
بس انت تعمل دوله. ليه دوله بالذات؟ ان الحاجات دي بتتعمل بمرض يعني من حاجه اسمها ميتا اناليسيس وستادز كتيره بتتعمل بتتجمع من كذا واحد عن اسباب الفيبر اللي بتحصل في النزول الدنيا، عن اسباب الفيبر اللي بتحصل في اتش اي في، فليه واكثر معدلات تكون في فخلاص بيوتيولوجي بيأسباب بي واهم اسباب بيريد الحاجات اللي انت هتدور عليها في العيان ده. خلاص يعني احنا ما بندورش على التي بي، بندور على الاتيبيكال فورم بتاع التي بي، هو اللي مشهور وهو اكثر انفكشن بتحصل في الناس دول في الجروب ده. فاهم دي؟ عشان ما تقولش بس ليه المايكرو بكتيريا ايريان بالذات، ليه مش التي بي ان جنرال؟ ده الاتيبيكال فورم بس. خلاص؟ نيوز ستاتس كارينوي، خلاص دراج اند يوز الكابوسي سايكل، خلاص دول الحاجات اللي الناس بتدور عليهم في العيانين عاملين اتش اي في. انت تقسيمها تاني تقول لك ان هو 10% من العيانين بتعرف تشخصهم اون دايجنوز، مش بتعرف تسافر للفيبر فيهم، 15% عندهم اوبر ميون، و25% مالجنسي و 40% عندهم انفكشن. خلاص دول التقسيمات بتاعت كلاسيكال انفكشن انا قلتهم مش معرفتهم ولا ماشي. عندك حاجه منها؟ لا بص انا ليك حاجه حابه تعملي بقى الحاجات بطريقه بتاعتها خلاص سمعيهم اسماء من فوق واكتبي دول بالتفصيل، اكتبي كده بالتفصيل. خلاص المفروض ايه الرول بتاع انك انت لازم تستبعد حاجه، في حاجه اسمها رول. بصوا يا جماعه في اسباب معينه لازم نستبعدها قبل ما نركز معاها بقى في الرياضه. فيش فيبر هابيتشوال هايبر ثيرمي ودراج فيبر، تمام. في بعض الادويه لازم اول ما العيان يجي لك بكده او بايكس او قناه تمشي تفتح الكيس بتاعها كده بتاع العيانات اللي جات ستات كبار في السن، تفتح الكيس بتاعها وتقعد تدور على الادويه بتاعتها وتتاكد انها ما تاخدش دواء من الادويه اللي ممكن تكون هي اللي بتزود درجه الحراره دي. رقم واحد. رقم اثنين فتشوا في بعض الفيميل بعض البنات اللي هم ايه عندهم طعم شورت اوف سايكلينج ستيربنس او كوجيكال ستيربنس، تلاقيهم لما يبتدوا عايزه تبين لك ان هي بتسخن، تمام. فتقعد ايه تقول لك انا بسخن ودرجه حرارتي مرتفعه ومش عارف ايه وكلام ده، وتخش المستشفى عايز تقعد في المستشفى ما تعرفش ليه عايز تقعد في المستشفى، بس المهم ايه كل شويه تاني تجيب لك الترمومتر تبص على الترمومتر 38 ونص وتسجل الحكيم، وتيجي انت اخر يوم طب اعمل لها ايه دي؟ انا جربت معاها كل الانتي بايوتكس ما فضلتش غير بوم مره، اعمل لها بوم مره بقى تخص الضغط يكون فيها لمسومه ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. تطلع في الاخر العيانه بتعمل ايه؟ بتجيب الترمومتر وتحطه في كوبايه الشاي، وتخش وتخش الحمام وتحط ميه سخنه على الترمومتر لغايه ما يرفع درجه حرارته وتطلع لك بيه ايه؟ مجفف نظيف درجة حرارته عالية. افتشخص فيه تمام افتكاسية او يعني هي بتألفها او بتعملها، تمام. يبقى موجود شفناه شفناه في حالات بصراحة، بس مش كل الحالات بتعرف هي بتعمل ايه بالظبط، يعني ده ما رؤية وده ما تشاف، دي الحاجات اللي تشاف، لكن في حاجات تانية ممكن تعرفها هي تكون بتعملها ما تعرفش بتخلي الموت يرفع ازاي تجيبهولك او يعني تبقى مالينجرنج زي ما بيسموها عيانين مالينجرنج، أو ممكن عشان تاخد مثلا كير زيادة أو تاخد اهتمام زيادة ما تعرفش، بس دي حاجة من الحاجات المطلوبة جوه الكتب إنها ماست بي اكسكلودد قبل ما تقول إن دي بايوكس أو صنون كلشي، وبالذات لو حصل في يانج أدلت في الجيم. خلاص؟ طيب دراج فيبر دي حاجات بقى قلناها دراج فيبر، فبتشوف الفيبر دي فيبر بتيجي من وقت للتاني، بس دي ما تقلقش في حاجة. زي مثلا في فترات معينة عندنا كده ودي ساعات بنسميها نورمال فيبر أو يعني في الوقت ذا تايم اوف اوفيوليشن مثلا، كل اللي البنات تعرف القصه دي ذا تايم اوف اوفيوليشن ممكن بولي فيميليشن تزداد شويه. الولاد برضه بعد ما ياخد اكسرسايز بيعمل رجل في مكان ولا مش عارف ايه حاجه زي كده بيلاحظ ان هو ايه ممكن لو اسدر حرارته حاجه ممكن يلاقيها مرتفعه، وقصدي دي حاجات تغيرات بيسموها فيسيولوجيكال فيبر او فيبر حصلت نتيجه افتر مينز، بيقولوا بعد الوجبات الدسمه كميه كبيره منها ممكن تلاقي البول تمبرشر بتاعتك رفعت حاجه بسيطه، دي كلها تغيرات ده تعمل. المفروض دكتور حسن يخش يشرح لنا الابروتش بتاع البايوبس او الميوزيكولوجي، تمام. فاحنا في انتظار دلوقتي حاليا يعني كنا بنتكلم عن الهيستولوجيكنج عامه، لما تيجي تتكلم عن حاله فيبر بتاخد حاجات معينه اي كلمه معينه بتدور هي اكيوت ولا جرادوال، معلش يا جماعه اكيوت ولا جرادوال، تشوف
شوف الكرايتيريا بتاعتها هيكيز هاي جريد فيفرز البطل بتاعها تمام. دي كلها نقاط مهمه جدا بنسال عليها. الاسوشيتد سيمبتومز الفيفر دي معاها شيلز او رايبوت او اي حاجه من الحاجات دي، معاها مايكروسكوبيك مثلا، معاها روت، معاها كف او ديزنيا، او اذا كان معاها هيديك او جوينت. فالفيفر اللي يبقى معاها مثلا رايبوت دي هاي دي فيفر، ودي غالبا كل باي بكتيريا انفكشن او بعض الحاجات زي ريكيتسيا او دي الحاجات ممكن تعمل برضه هاي دي فيفر نفس الضرر. في فقدان جامد للوزن مع الفيفر، نفكر في ايه؟ في التنين ببساطه. اشهر حبل في الطب غالبا مش اللي بيحكي ولا بيتكلم، خلاص اشهر حبل في الطب اللي بيحفظ الرولز بتاعت الناس، خلاص بيحفظ الرولز يعني بيثبت حاجات قواعد معينه، وهتلاقي نفسك مايونير لو عرفت تثبت القواعد دي. ففيفر زائد لوس اوف ويت ايكوال مالينجنسي، خلاص فيفر زائد سويتنج نايت سويتنج ايكوال تي بي او هودج كين لينفوما. فيفر معاها كف وزيزن وحاجات زي كده، فكر في ميليار تايب من التي بي، فكر ان الحين ده يكون سايت ميلو فيروس او اتش اي في عنده مثلا من سايت كارينوي ولا حاجه. لو الفيفر دي معاها هيليك، لو الفيفر دي معاها هيليك بقى فكر في الطيفويد، مهم جدا الحاجات اللي بتعمل القصه دي. ساينوسايتس من الحاجات اللي بتعمل الحاجات دي، الجوينت سيل ارترايتس نافس سيل ممكن تعمل. لو الفيفر دي معاها جوينت بين فكر في الروماتويد، روماتيك فيفر، ماسكيولايتس، ستيميك لوبس. لو معاها عندهمنا المين بقى فكر في الدراكي باور ديزيز الجوينتس. لو معاها بوم بين فكر في الاستمايلايتس. لو معاها فورس روت خلاص يبقى لتو فنجيال ابسس كوكال لتو كوكال انفكشن عامة. لو معاها ريكتال بين ولا حاجة من الحاجات دي كلها ممكن تحصل في الوسط او ليكي اي. لو معاها اوتر باول هابتس يبقى احنا بنتكلم على اي بي دي او اي فويد او انفايسز. لو معاها سكين ريشز يبقى نفكر في لتو كوكال انفكشن ودينج فيفر ونهوجيكين فلوس. طب معاها الستكس مثلا، لو معاها الستكس تفكر في تفكر في اه لو في ور معاها الستكس تفكر في متجاوب مش عارف ايه. طب في ور معاها الستكس زي الطيفويد، روماتيك فيفر، انفكتس اندوكاردايتس، اكيوت لوكيميا، نيمفوما، الهيموراجيك فورم من الميزلز والحاجات دي كلها ممكن تعمل القصه دي. السبايروكيتس ممكن حاجه من الحاجات اللي تعمل هذه القصه. لو فيفر معاها هيلانوكل، دي كانت اغلب حاجه بالنسبه لنا احنا طلبه، بس انا انصحكم بحاجه منها، يا اما تحاول تجمع لنفسك تفكر قبل ما يعني انت بتذاكر الجزء ده، حاول تفكر ايه الاسباب الاول اللي ممكن تعمل القصه دي واكتبهم انت كده في ورق على جنب، خلاص وارجع بعد كده شوف ايه الاسباب. الحاجه الاخيره قبل الامتحان ان شاء الله عيد بخير تكتب فيور زي ابستكسز مثلا ابستكسز، فتجمع مثلا الحرف الاول من كل كلمه من كل كلمه من من كل كلمه وتعمل بيهم كلمه تكتبهم جنبيها، خلاص دي الطرق الواقعيه عشان تجاوب جوه الامتحان كويس، خلاص. وبعد كده ممكن برضه تعملها مفيش حاجه اسمها ايه ان انا مش بحبش احفظ او مش عايز احفظ او ماليش نفس احفظ او مش عارف، ما كنتش دخلت طب خالص. الامراض كلها اعراض، والاعراض لازم تتحفظ كويس جدا، واللي يثقلها ويقويك ويميزك عن غيرك الكلينيكال براكتس هنا معاك. فانت لو مخلص، لو انت حفظت الاول الحاجات دي، بعلمكم اللي ما بتعرفوش ما بتشخصوش وبيعدي يجبيك كده في الحلقه وانت في اللذيذ، مش عارف العيان عنده ليه ولا ايه. بتطلع الدكتور اللي مش شاطر بيبقى منظره وحش، كل ما يكبر المنظر بيبقى شد وحش الله يبقى لغايه ما يبقى نايم قد الدنيا كده، ويبقى ممكن طالع من الاوائل بس هو مش هيطلع من الاوائل، مش هيطلع من الاوائل. بس هو في نوع تاني ممكن يطلع من الاوائل اللي هو بيحفظ من غير ما يفهم خالص، ده مشكلة كبيرة، اللي هو ما بيشغلش دماغه خالص، أو ما بيحاولش. وفي نوع تاني
ما بيحط خالص، ما بيحفظ ولا بيحط، او عايش يعني او عايش بدماغه خالص، ما بيجيش كل مثلا ده بقى بيطلع بس طبيعي. التاني ده يطلع هيجتهد ان هو فعلا كده وحفظ، فده هيجتهد ان هو يفهم، يحاول يشغل دماغه في الحاجات اللي هو حفظها زمان. بص كليسيفيكيشن كتير من عمر بعض. فيفر ومعاها هيربس ريبيالس تمام، او اللي هو الهيربس اللي هو بيجي في الهيربس سيمبلكس خلاص. ده بيحصل، ممكن يحصل مع الهومن بول، ممكن يحصل مع الملاريا، مانجي كوكال جاي، ممكن يحصل في النيومونيا خلاص. فيفر ومعاها هيربس مانجي جاي، لايمس، انفلونزا، تايفويد، هيربس بالي. الفيفر ومعاه بلو انفكتو اندوكاردايتس، اكيوتوماتيك فيفر، هيموليتيك كرايسيس، ملاريا، ماليجنانسي، حاجات دي كلها. ابدومنال بين، فيفر ومعاه ابدومنال بين، قلناهم من شويه منهم، تايفويد، كورنجايتس، اي بي دي. هتلاقي نفسك بتجمع اسباب والاسباب دي هتبقى معقوله فقط. ايه الباست ميديكال هيستوري اللي انت لازم يعني تاخده اللي تيجي من العيان ده؟ تاخد تشوف اذا كان عندك، كان عنده مريض كده، كان فيه لوكيميا، لينفوما، ايبالدين، تشوف ان هو لوكيميا، عنده ريسبشن ايبالدين، عنده كليه كل دي الباسكولا، ضغط دي اي حاجه البسط سيرجي تابيستو، العيان اللي هو شايل الطحال ده اللي عامل سليمان تمام، ده تريسك ان هو يحصل له اتش اي بي، يحصل له نيموكوكا انفكشن، اتش انفلونزا خلاص، ممكن يحصل له كمان ايه؟ دول اشهر ثلاثة انفكشن بوست سبيلر تمام. في عيان شال الطحال، سمعت عنه بفضل ربنا ان هو قال لك خدت الفاكسينيشن بتاعت اي حاجه من الحاجات دي، اراهن بياخد البتاع ده وبيشيل الطحال بيروح، دي مشكله كبيره بصراحه. الحاجة الثانية الناس اللي هم مركبين artificial bulbs تمام، دول very common ان يحصل فيهم infection في الكون vegetation، وممكن يحصل كمان stop bulb وكلام من ده، ويعمل fever ويعمل كل الحاجات كلها. كاسبر، الناس اللي هم مركبين ايري فيستولا، حد يعرف حد مركب ايري فيستولا بتركب فين؟ قبل الدياليسيس بيركبوها قبل ما يغسلوا تمام، بتركب في الدراع هنا، بيفتح الارتيريا على الفينوس تمام، بيركب فيست دي بيعمل زي سنت بينهم من بعض عشان المكان تسير قصه كده شحال في الجامع فوق. دراج هيستوري قلنا دي مش حاجه مستقبلا لو اي عيان بيحصل. سوشيال هيستوري يا دكتور، سوشيال هيستوري عيان عنده فيفر في ناس حسب ال كلونيك سبب زي يعني مثلا لو هاي سوشيال نتيجة حاجات معينة أو لو سوشيال نتيجة حاجات تانية زي ماشي ايه تاني؟ حسب الموضوع اللي هو حاسس فيها. اسمك ايه دكتور؟ مين؟ سام. اشكرك خالص، اتفضل دكتور سام. ده اللي عمله بقى ده اللي هو ايه؟ حسن التصرف تمام؟ ما دخلش عمل نفسه مش سامعني، فاهم قصدي؟ الجزء ده مهم جدا، جزء من النجاح جوه الطب انك تكون تمتلك هذه الخبرة. فكر بسرعة وجايب اللي عندك بشكل طالع سريع، بس فكر على حاجة صح في مصر، ان الايكونوميك ستيتس بتاعت العيان، الكونديشن والريزيدنس بتاعت العيان، ومكان هو من فين وقاعد فين وكلام خلاص. حاول المهارة دي يا ريت تبقى موجودة عندكم كلكم. أي سؤال تعمله في الامتحان تعالى معايا 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 تعالى خلاص يعني فكر انك تألف البيزنس، فكر كده دماغك شويه، تكتب شويه عناوين، تكتب مش عارف ايه الكلام ده، ما لا يقدر كله في السوبر كله، انت السؤال ما تعرفوش هتاخد فيه زر، بحاول اعملها كده يديك ايه اكتر من صفر خلاص. حاول يعني انت تجيب صح، ممكن يشوفك كاتب شويه كلام يقول لك او بيقطف مثلا، ولا افتكر شويه حاجات من دي، لان احنا بنصحح بالكلمه بنصحح بالكلمه، يعني قصدي الناس مش بالكلمه، يعني ناقصه الكلمه من الكلمه، عشان الناس بس فاكره ان الدكاتره لما تيجي تصحح وكلام من حد يعني
بيكلفه الورق ولا بيعاون الورق ولا بيمين مش عارف ايه الورق اللي بتقع بالله الكلام مش موجود هتقول كل الكلام اللي انت بتكتبه. بس نفترض مثلا انت مش كاتب لازم السطر كله انت كاتب مضمون وفكره وفاهم وعدد كاتب المفروض ممكن خالص خلاص خلاص الترابل. لو العيان ده مسافر مكان معين يعني ساب مكانه وقعد في مكان تاني او سافر انجلترا اوروبا مش عارف ايه اشوف ايه الميديكال كونديشن او الكومن انفكشن اللي موجوده في المكان ده اللي هو ممكن يصاب بيها. مثلا لو ايه مثلا هنا يبقى مشهور ان فيه امبايز فيه مثلا تايفويد فيه ملاريا حاجات زي كده. الريزيدنس اريا بتاعته ممكن ليبتوسبايروز مثلا بروسولوز ليبتوسبايروز اكتر بتصيب الفلاحين في الموسم دايما بتاع الزراعه الموسم بتاع ايه بقى عشان يشتري الموسم بتاع الرز تبقى ميه كتيره جدا وممكن فاضي الرز من تحت لتتنقل بالبايت بتاعت الراتس خلاص الفار او الفار حتى اليورينيشن بتاع الفار جوه الميه زي ما انت شايف الميه دي بقى ليه طريقه او الميه دي هتعمل المهم يعني ايه عن طريق الفيلم خلاص. فممكن حد الرز مثلا وميه كتيره وهو داخل في وسط الميه ولا حاجه البروسلوزي من كونتاكت مع الانيمال الحاجات دي كلها الجزء من السوشيو ايكونوميك الاستيتس بتاع العيان اللي قاعدين في نفس عشان كده ده لازم توعوا يعني اي حد ما ينفعش العيان الفرد عايش في مكان فيه دهب تمام هتقول خلاص ما ينفعش خالص الترانسميشن بتاع الجزء والفيتشرز اللي منها زي البروسيلا الاوكيوبيشن بتاعته نفسه لو كان فارمر زي ما احنا بنقول مثلا لو كان يعني شغال بلاستيك ماشي يعني في حاجات كتيره كده سيستمات الدايت لسه مش عايز بس اتقل عليكم الكلام فبدور الكلام المهم كلوز كونتاكت مع التبي او مع الناس اللي هم عندهم ليبرز الحاجات الزرقاء عشان الاكزامينيشن بتاع المريض زي ما قلنا بنشوف الباتر في برضه انترميتنت ريلابس نشوف العيان ده ال ولا نص ال الويت لوس بتاعه كان ماشي نشوف العيان اذا كان في اي استجمات موجوده فيه او في اي انفكتيف انتروبايتس ايه الحاجات بتاعت الانفكتيف انتروبايتس ممكن نلاقيها في العيان خدته كارديولوجي بص لازم البيول وينجنج البيول برضه اسمها وينجنج خلاص دي ده الصوره اللي اسمها سبلنتر هيموريج الارض اللي بنلاقي فيها اماكن بتاع الدراك انجكشن ولا حاجه طبعا دي مشكله تعالى خالص دراك انجكشن زي ناس تحته كريمه حاجات زي كده دي بتروكل او بيرفينول يقولوا ان التوكر اللي من اشهر الحاجات اللي هي لو لقيتها هتقول ان اقل علم الامراض اللي هي كورونا سيكون خلاص الهيد والنيك هتشوف اذا كان في اي تشينجز في الاي اي لايت زيرو سايكولايتس اي حاجه في الحاجات دي كلها ممكن بعضيك الطعم بسرعه الفيس بطل فلاي ريش اللي هي مشهوره جدا تبقى موجوده مع ناس من نفس السيستم لا الصوت ليه الصوت عليه؟ بس هو ده ابروتش انا عايزكم بس ايه الحاجات عيان عنده فيه برضه بيدور على ايه ممكن تلاقي ايه اماكن الشيست ممكن تلاقي ممكن ده مثلا عنده ليوكيميا مثلا لو في مشاكل في الكارد الباسكولا ممكن تلاقي فيه مثل المجزومه والحاجات اللي ممكن تعمل الحاجات دي كلها الابدومين شوف اذا كان في اي مشكله في سبوتس مشهوره جدا بتحصل في الطيفويد حد فاكرها وبتحصل فين؟ كومبلكس سبوتس بتحصل فين؟ الميسلز باين صح؟ الميسلز صح بتاعت مين؟ طيب ايه بقى السبوتس اللي بتحصل فين؟ الدول اللي حتى عقربيه شكرا ايه اللي بتحصل في الطيفويد بقى؟ يا جماعه كده ايه بص بتحصل في الطيفويد؟ اللي بتحصل في
الشيست والعبد اسمها ايه؟ هيباتوميجالي دي حاجه من حاجات بقى هيباتوميجالي زاد فيه مثلا حاجات زي كده فيفر زي اسبينوميجالي ايه اللي ممكن يعمل الحكايه دي؟ ممكن في اندوكاردايتس ملاريا ممكن بناخد ريهستوري تاني بالعيان نقعد معاه تاني نسمع الهستوري تاني ممكن نضطر لبعض الاحوال ان احنا نعمل حاجه اسمها بروتين الكتروفريسيس بتعمل عشان ايه ده بروتين الكتروفريسيس كان ما بقى كان خدنا اللي هي الدوريه مش صح يا مر اللي فاتت اللي هي الكتروفريسيس فصل الكهربائي للبروتين مين بقى قول مين قال شرط صح المطر والمريض طب هيموجلوبين الكتروفريسيس 30 سيكل سيل انيميا الكتروفريسيس في المطر الهيموجلوبين الكتروفريسيس في سلاسل بون مارو اكزامينيشن ممكن نضطر ان احنا نعمله نمبر بانكشن اتش اي في تيستنج ممكن نضطر ان احنا نعمله الكارديوجراف عشان نستبعد اذا كان مالتيبل مايلوما انفكتد الليفر بايوبسي برونكوسكوبي ساعات بنعمل حاجه اسمها سيربيوتيك ترايل ان احنا ندي مثلا انتيبيوتيك لو في هاي سنسيشن ان عنده يكون عنده كميه في الحاجه دي كلها التايبز بتاعت الديس اوردرز اللي ممكن تحصل في العيان ممكن حاجه اسمها سويت ريش وهي القصه بتاعتها دي كلها عباره عن راشز حمراء كده تكون خط اكسمت اوف راشز بتظهر في اماكن مختلفه وبيبقى معاها سيجاره كده ايتس ان كوب ده ان العيان من الاكسبوجر للهيت لهاي جريد لفترات طويله يبتدي يجيله سينكوبا اتاكس خلاص يتروبوز ذا سولتس والكترولايتس طيب هيت ديما ده بيحصل انكل ديما بيحصل ميتو الاكسبوجر للهيت لفترات طويله بيعمل ايه بقى بيغير في الكومبوننت بتاعت الاوزموتيك بتاعت الاوزموتيك بتاعت البلوك وبالتالي يبتدي يحصل اللي هو الليدينا تمام او انتي ليدينا ايه تاني عشان لخبطه الالكترولايتس بالذات الالمايز بتكون من الكالسيوم يبتدي يحصل له تيتان او كيتان خلاص الهيب كلامبز نفس الكلام نفس القصه بتاعت الكيتان لما بيحصل كونتراكشن في بعض المسلز وزاوت الريلاكسيشن نتيجه برضه للالكترولايت ديستربنس كلهم دول السمر جلاته وسمتر بيبقى انت كويس اورينتد وعارف كل الامور وعارف كل اللي بيحصل وهو اللي رافع درجه الحراره بتاعت الجسم والبيوجينز والحاجات والقصه اللي احنا شفناها في البدايه. المودل بقى الهيت اكزوشن السيفير فورم اللي هو الهيت ستروك. الهيت ستروك ليس هناك سيطره على السمر جلاته وسمتر. لكن لما خدنا الهايبر ثيرميا وخدنا اول سبب من اسبابها في البدايه ايه؟ الهيت ستروك وقلنا السمر جلاته وسمتر ما بيسيطرش على حاجه خلاص للاسف. الهيت ديسوردر ما كانش اصلا صح؟ وهي عندنا مهمه. هي مهمه بس هو قالها بسرعه كده. طيب احنا النهارده بسرعه مش هنعجبك احنا النهارده كنا بناخد الفيفر والفيفر احنا خدنا فيها كذا حاجه بصراحه قبل ما الناس جت عشان في ناس جت متاخر. خدنا الفيفر اللي هو البايوبسيا وخدنا البايوبسيا وخدنا الكيرديو وخدنا الهايبر ثيرميا وقلنا ثلاث اصطلاحات مختلفين خالص عن بعض. اول حاجه الفيفر. الفيفر معناها ان البودي تمبريتشر مور ذان 37 بوينت خلاص هي اسباب ليها اسباب كتيره جدا بس اهم من اسبابها اللي احنا هنقولها كمان شويه طيب ايه اهميتها؟ هقول لكم دلوقتي كونتينوس فيفر. كونتينوس فيفر يعني قلنا الفيفر البودي تمبريتشر ما بتختلفش صبح على النهار ودي تحصل في مين؟ احنا قلنا لازم نعرف سيجنيفيكانت في كل حاجه، زي عيان مثلا في ابسس في اي مكان هتبقى في كونتينوس فيفر خلاص؟ اللي بعديه الميتال فيفر، الميتال فيفر يعني البودي تمبريتشر فاريشن بتاعتها اقل من 1 سنتجريد اول اوفر ذا داي، يعني ايه؟ يعني العيان الصبحيه درجه حرارته 39
بالليل يوم ما توطى خالص بعد كل الحاجات اللي انت عملتها هتبقى كام؟ 38، مش هتزيد عن كده. خلاص؟ دي بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ ريميتال فيفر. بتحصل في مين؟ في النيومونيا، في اليو تي اي. بتحصل نفس الكلام. خلاص؟ انترميتال فيفر. انترميتال فيفر يعني معناها ان البودي تمبريتشر بتقل اكتر من وانس في الليل ولوفر ذا ليل. خلاص؟ وممكن تختفي يوم او يومين وترجع تاني. زي مين؟ في ملاريا. تمام؟ في اخر نوع اللي هو الريلابسنج فيفر. فيفر بتروح وتختفي لفترات طويله وبعد كده تروح راجع. مثال الريلابسنج فيفر ايه؟ هو كارلو ده مهم عندنا يعني انا مطلوب مننا اكيد يعني ايه البيت اللي مع خلاص يبقى احنا عرفنا اربع انواع مختلفين الريلابسنج اشهر مثال ليها البيلي بشتاين فيبر بتاعت الليمفوما او البروسلوزس خلاص الميكانيزم بقى بتاعت الفيبر ايه الميكانيزم بتاع الفيبر قلنا قلنا ايه اي مايكرو اورجانيزم يخش الجسم سواء كان بكتيريا او فيروس انفكشن او اي حاجه من الحاجات دي كلها الماكروفاج والمونوسايتس هتعمل لها انجلفمنت وهتبتدي تاخدها وتتحول الحاجات دي كلها لاندوجينوس بيولوجين اندوجينوس بيولوجين هيطلع سايتوكاينز بتاعتها اللي هو انترليوكين 1 و6 و تيومر نيكروز الحاجات دي هتشتغل على الانوسيليا او المواد الريسنس الرايحه للانتيرو باك بتاع الشمس وتطلع بروستاجلاندين اي 2 و اي 1 معقوله؟ وتطلع بروستاجلاندين اي 1 و اي 2 والبروستاجلاندين اي 1 واي 2 بيعملوا ايه؟ بيزودوا السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس اللي موجوده في الانتيرو هايبوثالامس وبالتالي بتحصل تاني الفيفر بتحصل ازاي؟ اي مايكرو اورجانيزم بكتيريا او فيروس او اي حاجه في الكومبوننت بتاعت الكبسول والسكاليس والحاجات دي كلها اول ما تخش جسمنا الماكروفاج او المونوسايت تاخدها وتعملها انجلفمنت الانجلفمنت ده بتاعها بيطلع مين؟ بيطلع سايتوكاينز ازاي؟ اللي هو الميكروز فاكتور قلنا السموس باو السموس مصر او الدستراكشن بتاع الكيشو ده نفسها بتشتغل كاندوجينوس بتعمل نفس الفيزيكالز اللي ناتجه عن الدستراكشن نتيجه لمحطوط هرمون نتيجه لنبضه الدستراكشن نتيجه لاي حاجه دول اول طريقتين قلنا في اسباب تانية ممكن تحصل بيها الفيبر الدوبامين الدوبامين سبب محترم جدا الدوبامين وده مشهور جدا في الدوبامين في الادويه اللي هي دوبامين اجونست ايه ادويه الدوبامين اجونست زي البروموفيتين الحاجات دي كلها اللي هي بتستخدم في الباركنسونيزم دوبامين اجونست الادويه اللي بتستخدم في الباركنسونيزم قلنا الادويه دي كلها ممكن تعمل حاجه مشهوره جدا اسمها مالجنت نيورولبتيك سندروم خلاص لا ده بعض الادويه بتشتغل على طول على الهايبوثالامس الانتيرو بارت بتاع الهايبوثالامس وترفع بودي تمبريتشر على طول زي ايه زي الكوكايين او الفينوسايزين لو انا ادويه الانتيسيبتيك خلاص احنا كده خدنا اربع ميكانيزمات مختلفين اخر ميكانيزم وده بنتكلم فيه بقى عن مش الدايركسيا بنتكلم عن المالجنا الهايبرثيرميا وازاي بتحصل خلاص دي كده المشكله في الصوديوم كالسيوم سايكل سايكليك اي ام اي طيب ايه المشكله بتاعته بنقول في بعض الناس لما بتاخد ادويه لادويه تخدير زي الهالبريدول والهالوسين والحاجات دي كلها ايه اللي بيحصل الريسبتور بتاعته ما تعرفش تعمل ميتابوليزم للبرودكت اللي هو واخدها وبالتالي
بيحصل تيتانيك كونتراكشن في كل المسلز وهاي جريد فيفر والسيفير سبازم في كل او الجينيتي في كل المسلز الموجوده والمشكله الانتيدوت بتاعه مش ايه مش موجوده عندنا تمام فالعيان ممكن يموت بس من المالجنت هايبر سيلز. انا كده شرحت الباثوجينيسيس تيم بتاع ايه بتاع الفيفر. فهمتوا حاجه بصراحه؟ طيب الرسمه دي انا قلتها مش هقولها تاني. الهايبر ثيرميا ده ديفينيشن تاني اللي كان في المحاضر وكان معناه ان البودي تمبريتشر زادت عن 40.6 تمام يعني 40.6 قلنا ما يفرق النقطه الاساسيه التي تفرق البايلكسيا او الفيفر عن الهايبر ثيرميا يا دكتور ان ايه؟ قولوا يا جماعه ان ايه؟ سيت بوينت ما بتتغيرش تمام؟ سيت بوينت ما بتتغيرش وبالتالي كل الحاجات اللي انا هسميها دي مصايب ان شاء الله خلاص؟ كلها مصايب لانها ممكن الامور مش تحت كنترول الهايبوثالامس تمام؟ مش تحت كنترول الهايبوثالامس وبالتالي الهايبوثالامس ما يعرفش اي حاجه عن البودي تمبريتشر العاليه جدا دي وبالتالي ممكن يحصل ايند اورجن دامج فوز يلاقي الاورجن ولا التاني بيبوظ تمام بداوا يرين الكنس بتعلى بعد كده العيان الليفر بتعلى بتاعته ابتدى يبقى جونس ومش عارف ايه مش مشاكل في الهارت مشاكل في مش عارف ايه لغايه ما تلاقي العيان بايظ خلاص. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل هايبر ثيرمي؟ الهيت ستروك مالجنت نيوروبتيك سندروم او مالجنت هايبر ثيرمي. طب امال احنا واخدينها ليه ورا من مع بايركس؟ اصلا انا كنت بشرح الباثوجينيسيس فشرحت الباثوجينيسيس بتاع البايركس كلها وقلت كمان بتاع مالجنت هايبر ثيرمي معاك خلاص. نيوروليبتيك سندروم سيريبرال مالاريا انكيفالايتس سايروتوكسيك كرايسيس وستيتس انليبتيكاس والبوتانيك هيموريج والناركوتيك انتوكسيكيشن خلاص. خدنا بعد كده ودخلنا على مصطلح تاني الاول بايركسيا بعد كده هايبرسيرمي بعد كده دلوقتي بايركسيا وكونومفيش وجبنا من 1961 من اول ما حطوا الديفينيشنات الدنيا دي رحمكم الله. قلنا ايه بقى؟ قلنا ان هي بايركسيا اكتر من 38.3 سنتيجريد وبالاضافه لذلك بقى لها ثلاث اوتوبيشن تو فيزيتس. ايه؟ كنت هناك ولا ايه؟ لا ده مش متاخر المكان اللي اتقابلنا فيه. ايوه اكتر من ثلاث اسابيع خلاص او بقى لها اكتر من اسبوع والعائد يبقى اكتر من ثلاث اسابيع او بقى لها اكتر من ايه؟ من اسبوع. خلاص دي حاجه. الديفينيشن الجديد بتاعها انها اكتر من ثلاث ايام او اكتر من ثلاثه اوتوبيشن فيزيتس ولازم البودي تمبريتشر تبقى اكتر من 38.3. الاتيولوجي يقول لي اسباب بس انفكشن هتبقى غريبه في اماكن مختفيه مش هتعرفها. الحاجات اللي قلناها قبل كده انفكشن او مالجنسي او انتر ميون او حاجات ميثيلينيس وقلنا بعد كده ابتدوا يطوروا الديفينيشن شويه ويقسموهم لمجموعه تاني قالوا في كلاسيك تايب من فايروس او فانوتيولوجي نوزوكوميا انفكشن يعني انفكشن حصل جوه المستشفى فلو سمحت لما تحصل جوه المستشفى انا اتعجل جدا اتعجل جدا على حد داخل متاخر وكمان بيشغل نفسه انا ممكن اقول خلاص المحاضره خلصت اطلعوا نفسي. المهم النوزوكوميا انفكشن او الهوسبيتال اكوارد انفكشن ودي ممكن حاجه من الحاجات اللي تعملها كوليستيريم ديفيسيلي بتحصل مع الكلين دمايسين والكلام ده لايف نيوز مع دواء من الادويه اللي حضرتك بتستخدمها ممكن تكون هي اللي عملت القصه دي بالمونر ديفيز دي بي تي وساينسايتس خلاص. الكلاسيك تايب الحاجات اللي احنا كنا بنقولها قبل كده. الاميون بقى ديفيشن او النيوتروبينيك فيفر نيتروبينيك فيفر او فيفر بايكسيا فانونوتيولوجي حصل في عيان النيتروفيل بتاعته اقل من 500 سيل بير كيوبيك ملليمتر ده معناها ايه؟ ان العيان ده عنده نيتروبين معناها ان بيجي لي انفكشن انواع معينه من البكتيريا انفكشن او البلوز او الكانديدايسز او الهربس خلاص. اتش اي في اسوشيتد ودي قلنا الحاجه الوحيده المتغيره فيها المكتوبه باللون الاحمر ان ان الديوريشن بتاعتها تبقى اكثر من اربع اسابيع. احنا متفقين احنا بنتكلم ان عشان نقول بايلكسيا او بايلكسيا لازم تكون الديوريشن زادت عن ماشي اكثر من ثلاث اسابيع تمام. لو زادت عن اربع اسابيع يبقى احنا بنتكلم على اتش اي في اسوشيتد بايلكسيا او بايلكسيا تمام خلاص.
في حاجة في الكلاسيك وحاجة في الـ HIV specifically. قلنا التأثير المختلفة بتاعة الباريكسة والهرمون الفولوجي، وقلنا المفروض ان احنا ناخد الابروتش بتاعها، وقلنا اسبابها لما يكون معاها ابونا البين بون بين، لما يكون معاها سور ثروت او ريكتال بين او تشينج في باول هابتس، قلنا ممكن يبقى معاها استاكسز او ممكن يبقى معاها هيديك او بين. مش موجوده حاجات دي في الكلاب؟ لا. معقوله؟ الهيديك مش موجوده. طب دكتور مهم، ممكن يبقى معاها بالو ابونا البين او بتعمل ايه؟ سوشيال هيستوري، الدكتور جاوب وهو داخل تمام. وبعد كده اخر جزء من المحاضره بخمس دقائق بعد ما خلصنا الكلام ده كله اتكلمنا عن الديفرنت تايب من الهيد ديسوردرز، سواء كان في الهيد ستروك او الهيد اكزيبوشن او الكلام ده كله. فهمتوا حاجه؟